صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا اليوم بلبنان وبكل أنحاء العالم. أسبوع الآلام مكمل، وبكرة طبعا الجمعة العظيمة بنتمنى صوم مبارك لكل الناس وصلاة مقبولة خلال هالأسبوع يلي كتير من الناس بيقدموا تضحيات، بيقدموا إماتات لحتى تتقبل أو تقبل صلواتهم. وبما أنه اليوم كمان موضوع فاميلي هو عن الآلام، عن آلام المسيح، تفسيراته، وعن الآلام بالمسيح. كتير من الناس بيتشبهوا بالمسيح بآلامه وبيحسوا أنه وكأنه واجب أنه يتألموا. ما بنعرف قد ايه هيدا صحيح. اليوم الأب جورج مسوح رح يفسر لنا أكثر عن هالموضوع. على كل حال ما فينا نذكر الآلام بلا ما نذكر الأشخاص يلي عم يتألموا جسديا بأمراض ممكن بالفعل تكون يعني عم بتعذبهم جدا جدا جسديا، وكمان للاشخاص اللي عم يتعذبوا معنويا. وبفتكر هيدا العذاب بيوازي كمان العذاب الجسدي. تحيه كتير كبيره للصديق والحبيب والخي جورج داغر يلي ما عم تتوقف آلامه، يلي دايما بعذاب متواصل لحتى يحارب هالمرض الخبيث. بدي اقول له نحن معك وصلواتنا كلها لإلك، وبدي اطلب اليوم من كل المشاهدين يلي عندهم اي شخص مريض يذكروا كمان الاشخاص اللي نحن هيك بنذكرهم بصلواتهم لحتى الرب يخفف ولنه شوي من عذاباتهم. صباح الخير الي، صباح الخير امين. جود مورنينغ. يعني بعتذر انه بلشت هيك الحلقه اليوم بشكل شوي سلبي، ولكن ما فينا نتغاضى ببعض الأحيان عن أمور عم نعيشها كل يوم، عم نسمعها كل يوم، وعم نحس فيها مع غيرنا. يمكن ما فينا إلا أنه نحكي، ما بإيدنا شيء تاني. يعني مثل ما قلتي رانيا، يعني مهم هيدي حالة الصلاة المشتركة، لأنه عن جد بتزيح جبال وبتخفف وبتعطي قوة. ونتمنى مثل ما قلتي الشفاء لكل الناس بهالاسبوع اللي شفينا فيه المسيح من كل امراضنا، والقيامه مع المسيح أكيد. كمان وطبعا ايمان هالقد بيقدر يعمل كثير مثل ما عم بتقول الي، واكيد صلاه الجماعه كثير كثير شيء مهم. يعني امين بونجور. انا ما بتصور بونجور، ما بفكر انك بلشتي بطريقه سلبيه، بالعكس بطريقه كثير بوزيتيف، لانه المعنويات اللي عم تعطيها لجورج اكيد رح تكون مهمه له. اليوم الآلام هي شغله بركي بنعيشها دائما. اكثر واحد ممكن يحكي عن هذا الموضوع هو الي. بتعرفي الي، انا بعرف قديش انت لاهوتيا متقدم بهذا الموضوع. صحيح. الآلام هو شيء مرافق لحياتنا المسيحيه او لحياتنا بالدنيا. بتعرف الآلام شيء موجود، ما فينا واقع نتغاضى عنه. هلا اليوم يلي بيتألم بصمت، يلي بيتعلم يتأمل يتألم بصمت، هو شخص كثير عظيم وشخص كثير قوي. مزبوط اكيد. وعن جد سبحان الله، يعني الشخص يلي بيكون بيعز المشكل كانه الله بيعطيه الصبر. ومثل ما اليوم رح بيفسر لنا الاب جورج مسوح انه كيف، انه هل هالآلام من الرب او لا. رح نفهم اكثر شوي ونقدر يمكن نصبر اكثر على هالموضوع. الي رح بنكون سوا انا وياك، رح بنكون سوا. وبدنا نقول للناس انه نحن بنغيب بكره والاحد، بس نهار السبت عندنا حلقه خاصه بالعيد بسبت النور. ضيفه رح يكون الفنان الي خياط، يعني فارس من الفرسان الاربع، بالاضافه لفقرات خاصه بالعيد أكيد. واليوم كمان فقرات كلها معلومات جديدة وضيوف يعطونا هيك باجاج كبير من المعلومات. أمين شو عنا؟ أنا عندي شوية فانكشنال تريننج اليوم، وكان بدي آخذ سيلفي كمان على موضوع السيلفي. هلا نحن عم نقول تفضل. إذا بعمل هيك مثلا أنا والأحوش وأنت هيك مثلا بطلع معكم. إيه طالع لأنه بلشتوا أنت نجمات العربيات، مين أقوى وحدة بالسيلفي، شو الموضوع القوي، عرفتي؟ أنا قلت ناخذ سيلفي. موضوع عميق صراحة. هلا لازم تسمعوا وتشوفوا الصور. نحن عم الليسته يعني ميتين لنفوت عليها بالليسته، ما بعرف. هلا شوف الصور احلى واحلى. نحن عم نعطي اب تو ديت لكينا، بدك تتابعنا والمشاهدين اكيد رح يتابعونا. ولكن مثل كل يوم ببلش نهارنا مع تقرير اليوم من الاشرفيه عن اسبوع الالام. هذا سؤال بدك توجهيه لخور الرعيه عنا. أزبط. اسبوع الالام، ما هي كلمه اسبوع كله الام، ما هو كل السنه الام عنا بالبلد. المسيح بتعذب كرمالنا، الجمعه العظيمه المسيح عم بتعذب كرمال العالم. تعذب كرمالنا. يعني اسبوع الالام، اسبوع اللي ضحى المسيح كرمال العالم لحتى اللي يخلصها من الخطيه. ايه اسبوع الالام هيدا بتذكرنا انه اذا ما في الم ما في فرح. هيدا وحده، واثنين انه هالخطايا اللي بترتكبوها الناس بده مين يكفر عنهم. والمسيح كفر عنهم على امل انه هالبشريه سما انها تعيش في سلام وبحريه. بقى بنتامل من هالعيد انه يكون بركه على الجميع، وخصوصا على هالبلد يلي عم نفتقده شوي شوي. أول خبر بأب تو ديت اليوم عن السيدة فيروز أيقونة لبنان اللي نزلت ترنيمة جديدة بأسبوع الألام. هالترنيمة اسمها افرحي يا بيت عنيا من إخراج بنتها ريما الرحباني، وتصورت بكنيسة دير سيدة الناطور. نزلت أو نزل هالكليب على موقع يوتيوب، الكل بيقدروا يشوفوه. رح منشوفها نحن اليوم. بتقول هالترنيمة: افرحي يا بيت عنيا نحوك وافى الإله، من به الأموات تحيا كيف لا وهو الحياة. إن مرت استقبلته ببكاء وعويل، وشكت لما رأته شدة الحزن الطويل. خلينا نشوف. صرخت بالحال ربي أنت هو نعم الشفيق، فأعني إن قلبي ذاب من فقد الشقي. يعني من هالصوت المليان نعمة ورافق أيامنا وبرافق أيادنا، يعني بننطر مناطرة هالأسبوع لحتى نقول يلا إن شاء الله فيروز تكون رح تقدم لنا شيء جديد. وما نسمع إلا اليوم علقة على خشبة إلا من صوتها الرائع. فعلا صوتها يعني مطبوع فينا بكل المناسبات وبأسبوع الألام خاصة وترانيم الأيام. رح ننتقل لخبريه المحزن المبكي. يعني ما كانت الشرطه البريطانيه رانيا من اعتقال تاجر مخدرات بعد ما قام بنشر، كنت عم تحكي عن الصور وهيك مرض، يعني 250,000 جنيه شوفي من الصوره قليله. انه السوشيال ميديا خربتنا اللي يعني. وكتب تحتها اي لاف ماي جوب، بحب شغلي. يعني هذا كله مصاري بس ليالي بيطلع لنا هيك بنحبه اكثر. يعني ايه عم يتعب تاتيانا مش هيك؟ بقى القصة انه الشرطة لقطته لهالزلمة، وهو حط انه هذا انه بالبانيا عند بيت قرايبينه. بقى طابقوا الاساس الموجود بالصورة، يعني الديكور الموجود وراه، وعرفوا انه هالمنزل هو ببريطانيا وانه السرقة صارت ببريطانيا. بذكر المبلغ 250,000 جنيه استرليني. معقول راسه؟ يعني حدا بيجيب على حاله الدبعة كرمه؟ جاب الدبعة كرمه. رح ننتقل للخبر يلي ناطره امين، وهو سيلفي النجمات العربيات. مين هي النجمه الاكثر ادمان؟ بفتكر انا انه كلهم بذات المستوى. صارت صوره السيلفي ظاهره ما حدا بيقدر يستغني عنها، وكانوا كل النجمات او بعضهم كل النجمات عم بينزلوا السيلفيات يلي هي على الموضه، مع العلم انه السيلفي ما بتعطينا صوره مثاليه، يعني الصوره ما بتطلع حلوه كثير بالسيلفي. وصاروا البعض منهم يختاروا سيلفي مع الجماهير، أو سيلفي مع أولادهم، أو سيلفي بس يوعوا من النوم لحتى يبينوا أنه هن وجههم كتير حلو بلا ميك اب ومش بحاجة، جمالهم طبيعي. ولكن هالسيلفيات أوقات بتوضع الفنانات بمواقف حرجة مع التعليقات يلي بتكون مش دايما لطيفة على المواقع التواصل الاجتماعي، لأنه الجمهور أوقات بحب يعبر عن رأيه بكل صراحة. أكثر النجمات إثارة هيفا وهبي، مايا دياب، قمر. أما بنجمات الغرب فكيم كارديشن هي اللي أكثر جدل، أو سيلفياتها هن اللي أكثر جدل. حبينا كثير سيلفي جوال ماردينيون مع بنتها، وسيلفي ديانا حداد مع بنتها، سيلفي الفراش بلا ما نحكي عنها. والاهم الاهم الاهم يا الي هي سيلفي الدك فيس، يلي مثل ما شفنا بيكونوا عم يبعثوا بوسه، او عم بيعملوا كانه عم يبعثوا بوسه لجمهورهم، وهن عم بيوزعوا هالقبلات الحاره لكل الفانز تبعهم. فمين هي الفنانه يلي بتطلع توب 1؟ انا ما بعرف. احلى شيء السيلفي المعمول بفوتوشوب يعني. معقول؟ ايه يعني، لا مش معقول. بقى على فكره كل السيلفيات بشعين، لاحظت؟ اللون، البشره بتبين يعني، يعني الصوره ما بتطلع كثير منيحه لانه الكواليتي اخف، وانه منش كثير يعني بينه احلى. بس احلى شيء لما بياخذوا اشياء ورا مثل ما عمل امين هلا، الله يستر كيف طالعه. اخذ شيء حلو وراه. انا اكيد حياتي انا اكيد هلا بتكون نزلت مع امين. رح نتابع رانيا ونشوف كيف كوبل لبناني قرر يحتفل بذكرى زواجه 18. قرروا يستخدموا الموتو ويعيشوا يعني مثل يلي عملهم تحت 18 تين ايجرز، بلوك غريب مع شورت وهيك. عم نشوف نحن بالفيديو كأنه يعني باتشلر. ايه بقى بدنا نقول لهم عقبال كل سنة، وإن شاء الله دايما يعني تكون سنة 18 للزاجة. ايه ليك شو مهضومين، معقول؟ يعني أكيد عمرهم منه كثير صغير إلي، بس قد إيه حلو وقد إيه مهم بالكابل إنه يحافظوا على روح الشباب لحتى تضل هيك هالشعلة موجودة. أكيد بالكوبل. هيك رد سعيد المروء على سمير جعجع عبر تويتر، اللي تمنى له الشفاء العاجل، وقال له المخرج الكبير سعيد المروء للدكتور سمير جعجع انه انا كمان مثل ما انت ما فقدت الثقه وايمانك بالله وتخطيت عذاباتك، انا اكيد ايماني بالله كثير كبير ورح اتخطاه. وانا بشكرك كثير على هاللفته، من بعد ما الدكتور قال له ثق ان الله قادر على كل شيء فلا تفقد ايمانك بالشفاء العاجل. نحن دائما بنتمنى له للمخرج سعيد المروء الشفاء العاجل، ويرجع لنا باعمال احلى وانجح كمان ان شاء الله يا رب. رح نروح على صوره من موقعنا mtv.com.lb، الصوره ربيعيه بامتياز ومن بحيره بنشعه. شو حلوه بقضاء صغارتها. خي نروح على هالفرصه يعني. هلا اليوم الطقس مش كثير مساعد، بس انه بكره بيزبط. ما عندنا بكره جمعه العظيمه، شو بك؟ بكره ما رح يزبط هيك. رجعت هلا الحرب، الله يستر. من زمان كانوا يجيبوا الحطب لبعض ويجيبوا بوز. الطقس بالاخر تتفش خلقه. بدنا نقول انه كل اللي بحبوا يشتركوا معنا بالبرنامج، ان كان من خلال رولوكاج ريتا ناطرتهم نهار التنين، والسبت نحن ناطرينهم بروسات جديده، وطبعا الارقام كلهم بيعرفوها. وكمان المشاركه عبر فيسبوك وعبر ارقامنا، مش بس للمشاركه بالفقرات انما كمان لابداء رايهم لاي سؤال او لاي اقتراح لاي موضوع عبالهم انه نعرضه عليهم. والكوت اوف ذا داي، الكوت اوف ذا داي جبنه اخترناها للقديس ماكاريوس الكبير، بتقول الصوم بدون صلاة واتضاع يشبه نسرا او نسرا مكسور الجناحين. حلو، يعني دايما الصوم مش هو الهدف، انما الهدف هو هالنفسيه يلي عم نشتغل عليها من خلال الصوم. رح ننتقل لقديس اليوم، قديس فلاديمير يلي كان امير سنه 980 لكييف. كانوا من الوثنيين اكيد، وقدم ضحيه بشريه مسيحيين يلي هن ثيودوروس وابنه يوحنا. ولكن من بعد ما تقدمت هالضحيه عذبوا ضميره كتير وتركت أثر كتير كتير كبير بنفسه وحملته على التساؤل. قرر إفادة سفراء لمختلف البلدان واللي لحتى يشوف شو وضع المسيحيين، وكانوا يشوفوا ويحضروا القداسات ببلدان أخرى ويقولوا أنه نحن ما عم نعرف حالنا إذا نحن على الأرض أو نحن بالجنة. كان في تأثير كتير كبير من احتفالات المسيحيين عليهم، ومنشان هيك من بعدها قرر أنه يكون بلده كله مسيحي، اعتنق المسيحية وشال كل الأمور يلي بتذكر بالوثنية، وصار حكمه كله مبني على التسامح على المحبة، وأطلق عليه شعبه تسمية الشعب الشمس المشعة. فهيدا كان قديسنا لليوم، فقراتنا مكملة. اللي بعد طقس على السريع، الطقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة وثلوج. اعتبارنا 1600 متر مش لأنه جمعة الروم بس على جد هيك، مش على جد هيك الطقس، لأنه جمعة الروم ما منقفة ولا مرة، فأكيد رح يجيبوا حطب لبعض ورح يجيبوا بوزة لبعض لحتى يحرقوا بعض، بس أكيد هيدا الشيء كله تحببا بين الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية المرة. راح منروح على اوتو فوكس ومن بعدها منرجع ل MTV Alive.